أخبار الثانية والربع مع تحيات ميشيل الصيفي، دعاء حمصي فرح والمخرج سيموم صور. العناوين. التعيينات في الكهرباء غدا شكل إصلاحي ومضمون محاصصتي، فهل تمر على صندوق النقد الدولي؟ إضراب للمحامين تضامنا مع الحركة ودعوات للتحرك بعد توقيف الناشط بيير حشاش. عمال الكهرباء يضربون غدا وأوجير تعتذر مسبقا عن الاضطرابات الآتية في القطاع. إسرائيل تطلق قمرا للتجسس. كيفك بالاوضاع وبهالكورونا؟ كل شغلي وقف، ما عم بقدر اسلم شيء. دخلك؟ ليه ما بتحكي يو بي اس؟ يو بي اس للبريد السريع؟ اكيد، مهني بالاشرفيه وبطرابلس وبكل لبنان، بيأمنوا لك كل شحناتك، بحسبوك بالليره اللبنانيه وبنص السعر وبيفتحوا من 8 ل 5. هلا احكي يو بي اس؟ يو بي اس للبريد السريع 01 218 575. مشهدية الشارع والتحركات الاحتجاجية ماضية في الاحتقان والغليان، فالدولار انطلق في بداية الأسبوع مرتفعا مع بدء مصرف لبنان ضخ العملة الصعبة للمصارف. ومشهدية مضي السلطة في سياسة القمع لم تتغير، فيما تغيب عن أساس المعالجات المطلوبة قاطعة حبال الأمل بالإصلاح. جلسة مجلس الوزراء غدا دسمة ببنود كهربائية ومالية تدخل في باب التعيينات، فهل ستستجيب للإصلاح أم أن التفاهمات السياسية والمحاصصة ستكون الطريقة لإخراجها؟ وهل تمر مثل هذه الصياغ على صندوق النقد الدولي؟ كيف تنطلق الحكومة في مقاربة التعيينات في الكهرباء والمالية غدا؟ تقرير مجدونين عيد. بنود حساسة أدرجت على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء ستشكل اختبارا لصدقية الحكومة وجديتها في تنفيذ إصلاحات حقيقية، وأبرزها سلة التعيينات في أحد أكبر مكامن النسف المالي الكهرباء. فعلى أي أساس سيتم تعيين مجلس إدارة جديد لهذا القطاع ووفق أي آلية، ولا سيما بعد الحديث عن اتفاق رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على تقاسم إدارة الكهرباء، وليس استعجال إتمامها إلا محاولة للقوطبة على قانون آلية التعيينات الذي أقر في مجلس النواب. فماذا يقول الوزير السابق محمد عبد الحميد بايدون عبر إذاعتنا؟ بعتقد إنه هالحكومة يعني مثل ما عن التعيينات المالية بدون آلية بدون شيء، إطراء من إطار المحاصصة اللي حاكما، راح يعملوا تعيينات بمجلس إدارة الكهرباء نفس الشيء، كل واحد بعين جماعته يعني. لكن هالشيء خسر كتير، لأنه صندوق النقد والمؤسسات الدولية المتابعة عم تعتبر تعيين مجلس إدارة مستقل هو جزء من الإصلاحات. إذا ما أجا مجلس الإدارة مستقل هيكون فيه كتير علامات استفهام وشكوك حول قدرة الحكومة على أنها تمشي المفاوضات مع صندوق النقد، فكتير حساسة هاي التعيينات. وعن المقابلات التي أجراها وزير الطاقة وأبقت على 18 مرشحاً، أي 3 لكل طائفة، قال بيضون: نحن بنحذر أنه إذا ما أجا على مجلس إدارة كهرباء مستقلين تماماً، معروف ماضيهم ومعروف حاضرهم، ما رح يمشي صندوق النقد، ما رح يعتبرها إصلاحات، رح يعتبرها تمادي بنفس الأسلوب، تمادي بالمحاصصة وتمادي بالانهيار. عادة عم بيعملوا المقابلات، بس كل اللي بيعملوا المقابلات عم بيتصلوا بالسياسيين أو السياسيين عم بيتصلوا فيهم، يعني كله ولا الستارة في ترتيبات. يعني نحن نتمنى أنه يجي مجلس إدارة مستقل يقدر يأخذ قرارات كمان مستقلة تماما عن السياسيين، وإلا مستقبل الكهرباء رح يكون مسود كثير. أكثر من علامة استفهام طرحت أيضا حول تعديل قانون مجلس الإدارة الذي سيبقيه خاضعا لقرار وزير الطاقة، ما يفرغ التعيينات من مضمونها ويترك الحل والربط في يد الوزير وفريقه السياسي. مجدلين عيد، صوت لبنان. كيف يمكن لحسان دياب إطالة عمر حكومته؟ قراءة في هذا الملف مع الدكتور جورج يزبك.
يجهد رئيس الحكومة مدعوما من حزب الله إلى انتزاع إنجاز في الكهرباء أو السكك الحديد من الصين ليقدمه للشعب اللبناني ويرميه بوجه الرئيس سعد الحريري ويتوج به 100 يوم الأولى ولو بعد فترة. ويجهد أيضا إلى انتزاع تموين عراقي بالنفط بشروط تفضيلية. هذا هو خلاص حكومة حسان دياب الوحيد وبقاؤها على قيد الحياة بل وإطالة عمرها. وما عدا ذلك تكون الحكومة في وضع عد أيام قد يطول، إلا أن هذا المشهد الوردي يبقى نظريا لسببين: الأول غربي أمريكي، بحيث لن تبقى سياسات هذه الدول والشركات الأمريكية والألمانية والفرنسية والإنجليزية والإيطالية مكتوفة اليدين، وقد تضطر إلى الممارسة الفوقية والأحادية ولو غصبا عن الحكومة لمنع انزلاق لبنان شرقا. الثاني روسي، وبوتين يدرك بقوة المعادلة الدولية ولن يغطي خطف لبنان شرقا لحسابات وشراكات روسية غربية في أكثر من منطقة في العالم، بالإضافة إلى أن الصداقة الروسية الصينية أو الروسية الإيرانية قد لا تدوم طويلا. فهل يكون القيصر الأمريكي ضابطا للإيقاع في سوريا الروسية والقيصر الروسي حافظا المصالح الغربية في لبنان المنحرف شرقا؟ الأكيد أن حسان دياب مضطر إلى الذهاب شرقا ولو غصبا عنه، لأنه يحتاج إلى إنجاز باليد ولا عشرة على شجرة صندوق النقد. رئيس الكتائب النائب سامي الجميل نشر عبر تويتر فيديو يذكر بمواقف سابقة لرئيس الجمهورية ميشيل عون في خلال مقابلات هاجم فيها سلاح حزب الله واعتبره خطرا على لبنان، وكتب معلقا: كم نحن بحاجة اليوم أن يصدر هذا الكلام عن رئيس جمهورية لبنان. وفي الفيديو يقول عون: لا للأحزاب السياسية التي تتعاطى في الشؤون الأمنية، ويجب تجريد الجميع من السلاح لمصلحة الدولة. ويتابع عون قائلا: حزب الله الذي حرر الجنوب لا يمكن أن يتخذ مزارع شبعة ذريعة ليحتفظ بالسلاح، وملكيتها موضوع النزاع، فليرسموا الحدود من جديد. وفي مقابلة أخرى يلفت عون إلى أن وثيقة البريستول لم تناقش سلاح حزب الله الذي يجب أن يكون موضع نقاش، وعندما يكون حزب الله مسلحا لن يستطيع تأمين الحماية لنفسه ولا للشعب اللبناني، ولا أحد يحمي أحدا إلا الحكومة وحصانات الدولة، كما جاء على لسان عون. النائب قاسم هاشم رأى أن أي تغيير يجب أن يكون منطلقا من حكومة جامعة. وحول المفاوضات مع صندوق النقد الدولي قال هاشم لصوت لبنان: مفترض بالحكومة أن تضع باعتبارها أن هذه المفاوضات قد لا تفضي إلى نتيجة في لحظة معينة لأي سبب من الأسباب، وأن تضع خارطة طريق واضحة حول ما يمكن أن تفعله هذه الحكومة، سواء عبر تفعيل اتصالاتها لإعادة النظر بتوجه طبعا صندوق النقد، لأنه كما هو معروف صحيح الموضوع موضوع اقتصادي مالي نقدي، لكن في جوانبه الأساسية سياسية. التحركات في الشارع بعد الفاصل. اليوم أهين وأسرع طريقة لتشتري من أمريكا أو من كندا هي مع يوسي أسنت شوبر. بنعطيك عنوان بريد بأمريكا، بتنقي الأغراض اللي بدك إياهن، بتطلب أونلاين وبتدفع هون وبالليرة اللبنانية، ما بتلاقي إلا وصلوا لعندك. ما في أهين من هيك، يا ريت كل شيء بهالسهولة. يوسي أسنت شوبر 01-218-575. في منشات المساء اليوم الاثنين: هل دخلت الحكومة في حالة النزاع الأخير؟ ولماذا يصر حزب الله على أبقاء أجهزة التنفس الاصطناعي عليها؟ وهل الثورة جاهزة للمرحلة المقبلة ووفق أي تحالفات؟ القراءة مع الناشط السياسي يوسف مرتضى. معشات المساء من صوت لبنان بعد نشرة 5:15. إعداد وتقديم دعاء حمصي فرح.
أعلن مصرف لبنان في تعميم جديد أنه سيؤمن المبالغ الأجنبية تلبية لحاجات مستوردي ومصنعي المواد الغذائية الأساسية والمواد الأولية التي تدخل في الصناعات الغذائية، أي ما يعرف بسلة الحاجات الأساسية، على أساس سعر صرف ثابت ب 3900 ليرة للدولار. اعتصام أمام قصر العدل للتشديد على أن القضاء هو مدخل محاربة الفساد. مزيد من التفاصيل مع مروان الأدوم. لأن القضاء هو المدخل الوحيد لمحاربة الفساد، اعتصم عدد من أعضاء مبادرة أوعى أمام قصر عدل بيروت للمطالبة باستقلالية القضاء وأقرار التشكيلات القضائية، طالبين من القضاء الضرب بيد من حديد لأن الثوار والثورة إلى جانبهم. المجموعة تحدث باسمها الناشط فيصل صفير. ننهار يا أما منروح على محاصرة الفساد بشكل حقيقي لنقدر ننهض من هيدا البلد. بالتالي على مجلس القضاء الأعلى أنه يبلش ياخد خطوات جدية. سياسيين من الواضح ما لح يعطون الصلاحيات أو ما لح يعطون الأمور اللي هن عايزينها من تعديل المادة 70 و72 من الدستور لاستقلالية القضاء الأعلى لتشكيلات القضائية اللي صدرت بالإجماع عن مجلس القضاء الأعلى. إذا هن ما بدهم يتحملوا مسؤولياتهم التاريخية، نحن نطلب من القضاء أنه يتحمل مسؤوليات تاريخية، يضرب بإيد من حديد وينصر هيدي العالم اللي بلشت تنتحر، اللي بلشت تيأس، اللي بلشت تفتش على حيالله طريقة تهرب منه. الثوار أكدوا أنهم سوف يستمرون بالتحرك والتصعيد حتى إحقاق الحق. من أمام قصر عدل بيروت، مروان الدوم، صوت لبنان. إلى ذلك، توقفت جلسات التحقيق والمحاكمات في قصور العدل اليوم بعد اعتكاف المحامين عن حضور الجلسات استنكارا لما تعرض له المحامي الناشط واصف الحركي بعد خروجه من مقابلة في إذاعة صوت لبنان، وكذلك لما يتعرض له المحامون بشكل عام من تعديات وإساءات، ويستمر هذا الاعتكاف ليوم واحد فقط. أقدم ناشطون على قطع طريق كورنيش المزرعة وعمل الجيش على إعادة فتحها، ولا يزال طريق قصقص طريق الجديدة مقطوعا بالإطارات المشتعلة. إلى ذلك، تم توقيف الناشط بيير حشاش في سرايا البترون، ووزعت دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتجمع أمام السراي عند الثالثة من بعد الظهر. منظمة العفو الدولية رأت أنه على السلطات اللبنانية الكف فورا عن استغلال قوانين التشهير التي تستخدم لمضايقة النشطاء والصحفيين المرتبطين بحركة تشرين الأول الاحتجاجية. أعلنت نقابة عمال ومستخدمي كهرباء لبنان الاعتصام التحذيري غدا وتوقف عن العمل ووقف الصيانة والتصليحات. وبعد التقنين بالكهرباء والمياه، بيان تحذيري لأوجيرو أوضحت فيه أن الخدمات في بعض المناطق قد تشهد اضطرابا أو انقطاعا في حال توقف أصحاب المولدات الخاصة عن تزويد بعض محولات وغرف الاتصالات بالطاقة. مستشفى رفيق الحريري يعاني من تقنين في الكهرباء، ما اضطر الإدارة إلى إطفاء مكيفات التبريد في أجزاء من المستشفى وتأجيل بعض العمليات بسبب انقطاع الكهرباء. وكشفت إدارة مستشفى رفيق الحريري أن مشكلة الكهرباء بدأت نهار الجمعة مع بداية أزمة الفيول في لبنان. إلى ذلك، قطع سائقو الشاحنات والجبلات تقاطع الصيف في بيروت لبعض الوقت احتجاجا على عدم تشغيل المقالع والكسارات. صرنا ثلاث مرات واربع مرات بنجي لعند الوزير ومع عند المدير العام بنجتمع فيهم، بيعطونا وعود وعود وعود، شبعنا وعود، واثنيناتهم بيعترفوا انه نحن لا نسبب بامراض سرطانيه ونحن نتوافى كل الشروط البيئيه اللبنانيه والعالميه. ليش بعدين مسكرينا؟ نحن اكثر من 700 عائله منعيش منها الشركه، وفي اكثر منا كمان 3500 عائله تاني بتعيش منها كمان بشكل غير مباشر. فمنحب الناشد رئيس الحكومه وزير البيئه هيك بيدعموا الصناعه بلبنان. وسجلت وقفه احتجاجيه للسائقين العموميين امام وزاره الداخليه حيث قطعوا الطريق. وفي اطار التحركات ايضا، اعتصم المعلمون المصروفون تعسفيا امام وزاره التربيه مطالبين الوزير باتخاذ موقف الحكم العادل. نعم معالي الوزير، انها لجريمه موصوفه تآمرت خلالها المؤسسات التعليمية الدينية والعلمانية على حد سواء على تجريد طواقم تعليمية من كامل حقوقها المكتسبة وعلى قطع أعناقها بسيف الطرد التعسفي المقنع باستقالات إكراهية. الحجة
الوضع الاقتصادي الخانق، هذا الوضع الذي سمح أيضا لبعض المدارس باتخاذه ذريعة لتصفية حساباتها مع بعض الأساتذة النقابيين الذين وقفوا إلى جانب زملائهم عندما انتخبوا في روابط المعلمين. ماذا قال السائقون العموميون في اعتصامهم؟ هالشباب كله قلبه موجوع، ما عم تقدر تاكل، ما عم تقدر تصلح سياراتها، ما عم تقدر تفوت اولادها على المدارس. اول مطلب تلغينا رسوم الميكانيك والمعاينه، لانه ولا شوفير قادر يمرق سيارته معاينه ويدفع لها ميكانيكا. وزير النقل كرمال التسعيره يعدلنا اياها على مول معروف حسب الوضع الحالي لفرق الدولار. وزير الماليه وعدنا بال 400 الف لي ولا شوفير قبضها. وأمام مدخل قصر العدل في طرابلس نفذ عدد من الناشطين اعتصاما للمطالبة بإطلاق سراح الناشط ربيع الزين ورفاقه ورددوا هتافات مناهضة للسلطة. النائبة ديما جمالي اعتبرت في تغريدة لها أن الأزمات تتوالى ومنها أزمة المازوت التي وصلت إلى المستشفيات وبدأت اليوم تضرب الجسم الطبي والمرضى ولا من يسأل، فيما الوزراء غائبون عن السمع ولا يتحركون سائلة إلى متى؟ أعلنت السفارة اللبنانية في قبرص أنها تقوم بالإصلاحات بالاتصالات اللازمة لتخفيف القيود على القادمين من لبنان وإعادة تصنيف لبنان في البي كاتيجوري. أوضح المكتب الإعلامي لوزارة المالية أن لا دخل للوزارة في موضوع دفع نفقات صيانة وتشغيل وبرمجة الإشارات الضوئية ونظام المراقبة التلفزيونية، نظام اللوحات الإرشادية ونظام التطبيق الهاتفي والموقع الإلكتروني لمدينة بيروت الكبرى، مؤكدة أن عدادات الوقوف والإشارات الضوئية والتحكم المروري مشروع متكامل وتتغذى نفقاته من إيرادات عدادات الوقوف التي هي موضوع نزاع بين هيئة إدارة السير وبلدية بيروت. وإلى تغريدة اليوم. غرد نائب رئيس حزب الكتائب المحامي جورج الجريج عبر تويتر قائلا: عتمة الليل بددتها لساعة شمس بعلبك، لبنان الحقيقي كان أمس في معبد باخوس والباقي تقليد وتزوير وانقلاب على ثقافتنا، صوت الصمود صدح بعنفوان لبناني. وزير الخارجية نصيف حتي التقى في روما نظيره الإيطالي لويجي دي مايريو وجرى البحث في المسائل ذات الاهتمام المشترك. وشرح الوزير حتي جوانب الأزمة الاقتصادية وتداعياتها الاجتماعية والمالية على لبنان، وتم التوافق بين الوزيرين على أهمية دور اليونيفيل في الحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان، وأكدا أهمية استقرار لبنان بالنسبة للمنطقة ولأوروبا وحوض البحر الأبيض المتوسط. وفي سياق متصل شدد الوزيران على ضرورة تثبيت استقرار لبنان عبر تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات الناشئة والنظر في سبيل قيام بمشاريع مشتركة تدعم الاقتصاد اللبناني. أطلقت إسرائيل قمرا صناعيا للتجسس من قاعدة بلمشيم الجوية جنوب تل أبيب، وعلق وزير الدفاع بني غانس على العملية الأولى من نوعها منذ العام 2017 بالقول إن تفوق التكنولوجي والقدرات الاستخباراتية حيوية لأمن دولة إسرائيل. كما قال: سجلت الهند خلال 24 ساعة الماضية 24 ألف إصابة بالكورونا، رافعة الإجمالي إلى نحو 700 ألف. الولايات المتحدة سجلت أكثر من 39 ألف إصابة جديدة إضافة إلى 234 وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى أكثر من 291,129. وتأكدت إصابة وزيرة الصحة البوليفية لتصبح ثالث عضو في الحكومة يصاب بالوباء في غضون 4 أيام. وأعلنت السلطات الأسترالية أنه سيتم إغلاق ولاية فيكتوريا في إطار إجراءات غير مسبوقة للتعامل مع ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد 19. ولأول مرة منذ ظهور الوباء سيتم إغلاق الحدود بين الولايتين الأكثر كثافة سكانية في أستراليا، فيكتوريا ونيو ساوث ويليز، اعتبارا من منتصف ليل غد. وأعلنت فيكتوريا التي تعد أكثر من 6,600,000 نسمة تسجيل 126 إصابة جديدة اليوم في وقت تفشى الوباء في ملبورن، بما في ذلك في عدد من المباني السكنية المكتظة.
في باريس عاود متحف اللوفر فتح أبوابه اليوم بقدرة استيعابية مخفضة مع استمرار إغلاق ثلث قاعاته بعدما أقفل 16 أسبوعاً بسبب جائحة الكوفيد 19. إلى ذلك أعلنت السعودية بروتوكولات صحية لمنع انتشار الوباء خلال موسم حج 2020 وحظرت التجمعات والاجتماعات بين الحجاج، وسيتم حظر لمس الكعبة وفرض مسافة تباعد اجتماعي خلال أداء المناسك بما في ذلك صلاة الجماعة ومنطقة الطواف حول الكعبة، وسيكون لزاما على الحجاج والمنظمين وضع كمامات. ختام النشرة مع الأحوال الجوية. الجو غدا رطب وغائم جزئيا، فيما تتراوح درجات الحرارة ساحلا بين 21 و30 درجة ويتشكل الضباب على الجبال. كان في هذه النشرة التعيينات في الكهرباء غدا شكل إصلاحي ومضمون محاصصتي، فهل تمر على صندوق النقد الدولي؟ إضراب للمحامين تضامنا مع الحركة ودعوات للتحرك بعد توقيف الناشط بيير حشاش. عمال الكهرباء يضربون غدا وأجير تعتذر مسبقا عن الاضطرابات الآتية في القطاع. إسرائيل تطلق قمرا للتجسس. النشرة انتهت، شكرا للمتابعة.